السلام عليكم. هاي هذا يعني الرسم كله مشتغل قبل. ادي بيانات منطيه هنا الاستاذ. هاي شنو عندي؟ عندي كورين وذني معلومات منطيني، منطيني اس دبليو ومنطيني بي سي. خلينا نشتغل هسه هنا بورقة جديدة. أول خطوة لازم شنو؟ أطلع الجي فاكشن للكورين، أكتب معادلة الجي فاكشن. شي يساوي 0.21 6.45 في كابلر بريشر، هذا بي سي في سكوير روت الجذر التربيعي المن الكي على فاي. هاي الكي تقسيم هاي الفاي. بس اخلي هنا هنا بين بين الحرف والرقم مال الفاي اخلي علامة الدولار. هاي هاي العلامة على مود اثبت الرقم، لان انا راح اشتغل على خلايا هواية. طلعت لي جي فاكشن، اخلي الماوس هنا واسحب للنهاية على مود اطبق المعادلة على الكل. نفس الشي بالنسبة للجي تو ايضا 0.21645 مضروب في البي سي نفسيتها. شنو الفرق؟ انه انا عندي الكي مال هذا الكور الثاني والفاي الثانية راح يختلف. ايضا اخلي هنا علامة الدولار بين الرقم وبين الحرف واسحب للاخير وطبق لي المعادلة. هسه شنو صار عندي؟ صار عندي اس وجي، اس دبليو جي فاكشن. على مود ارسم كيرف واحد، هاي الاس دبليو اخليها جوا هاي الاس دبليو للسهولة، يعني نقدر ما ننقلهم بس هاي للسهولة. والجي فاكشن ايضا اخليها جوا هاي الجي فاكشن، صارت وحدة جوا الثانية. اروح على ادراج ارسم بياناتهن، اختار هذا الاسكاتر تحديد البيانات اضافة سلسلة، اختار محور السينات هو الاس دبليو خليه واسحب للاسفل او ادوس كترول وشيفت وسهم لجوا. تحدد محور السينات. هسه اجي من محور الصعدات اللي هو شنو؟ الجي فاكشن. وين الجي فاكشن؟ هذا بيانات راح يصير نسوى ايضا احدده واسحب للاخير او ادوس كترول وشيفت وسهم للاسفل انطي موافقه. الرسم هاي السلسله رسمت، هاي هاي السلسله اطلع لها بيس فيتنج لاين. اجي لهنا خط الاتجاه اختار الاس، هذا الخط بيس فيتنج لاين مو هو الخط اللي راح اشتغل عليه دائما، لكن هذا راح يعطيني قيم تقريبيه وبعدين انا اعدلهن، يعني هذا راح احذفه بالاخير. هذا مو اللي هو الثابت وانما هذا شيء مبدئي. معادلته دبل كليك، تنفتح نافذه عرض المعادله، هاي المعادله طلعت، هاي هنا صايره جوا. خلينا نكبرها، هسه اجي شنو؟ افرض قيم اس دبليو واطلع لهم جي فاكشن على اساس هذا الخط الجديد، مو على ذني القديمات، على الجديد، اسقط على هذا القديم، فمكان ما اسقط اقدر اطبق هاي المعادلة. اس دبليو خلينا نفرض قيم، لحد ما اوصل للمية، افرض قيم متعددة.
انا بجي اطلع الجي فانكشن لكل قيمه. وين المعادله مالتي؟ اطلع قيمه الجي فانكشن. قيمه الجي فانكشن شلون راح اطلعها؟ نفسية القانون لكن بالعكس يصير. العفو اطبق هاي المعادله، اسقط على الكيرف، على هذا الكيرف اسقط، ومكان ما سقط اقدر اني اكتب المعادله هاي نفسيتها. هاي المعادله، المعادله شو تقول؟ يساوي 2.388 في اكسبوننشال اي اكس بي سالب 0.044 مضروب في الاكس. الاكس اللي هي شنو؟ قيمة التشبع. سد القوس راح تطلع لي النتيجة. دبل كليك او اسحب للاسفل راح تطلع لي القيم كلها. هاي القيم الاس دبليو والجي فاكشن اللي هنا. خل هذا الجزء نسويه.